طبعا في البداية هل كنت متوقع انه انتر يخش في المباراة بالشكل ده قدام السيتي اللي الكل كان متخيل ان هو هياخد الفرقة بتاعت انتر دي غسيل ومكوى مثلا؟ هتفلسف واقول لك لا بالتأكيد لا. لا في البداية طبعا هو مبروك لمان سيتي، شايف الفوز بدوري ابطال اوروبا هو انتصار للكرة الممتعة او الكرة اللي الناس بتحب تتفرج عليها بكل المقاييس، الثلاث بطولات دوري وكاس ودوري ابطال اوروبا، مان سيتي بيقش الثلاث بطولات. لكن بعد ما بنبارك لمان سيتي، من وجهة نظري يا هيما، الانتر عمل اللي ما قدرش لمؤاخذة ريال مدريد يعمله، ولا مؤاخذة بدوي، ولا بايرن ميونخ يقدر قدر يعمله. شفتوا انصاف اكتر من كده؟ والله العظيم ثلاثة. ايه معترض؟ لا طبعا انا بفتح بوق. لا اللي الريال عمله ولا اللي بايرن ميونخ عمله، ولا اللي بايرن عمله مؤاخذة بدوي. الانتر عمل جيم يا هيما هو اللي كان افضل النهارده. عمري انت متعود على مدار تاريخ بشتغل سنين طويله اشتغلت فيها معاك، عمري ما بحلل بموجب نتيجه. وجهه نظري الشخصيه، الفرقه اللي خسرت هي الفرقه اللي كانت افضل دفاعيا وهجوميا. دفعت نجحت طبعا، رغم ان هي استقبلت هدف، الا ان خلت مانشستر سيتي اللي حير العالم، اللي ادى بايرن ميونخ 3 باقل مجهود، واللي ادى ريال مدريد هيفي سكور، شل مفاتيح لعبه، أجبره انه يلعب كوره مش بتاعته. شفنا مان سيتي بيلعب طويل كتير جدا، ما تقدرش تقول ان مان سيتي فيهم حد النهارده تألق او لعب كوره ممتعه. بيرمي الإفيه زي عادل امام ما بيضحكش. تسلم ايدك يا سيد المعلمين. دي نقطه. طيب الشق الهجومي، لما حبيت اهجم بلغه الكوره كده، هجمت واحرجت مان سيتي مرتين، الكوره بتطلع من على خط الجول، الكوره اللي خبطت في العارضه وردت، وبعد كده لوكاكو خبطت في رجله وهي رايحه في الجول، وكوره لوكاكو اللي حطها وخبطت في رجل ادرسون. فاذا الانتر هدد مرمى مانشستر سيتي، فمن وجهه نظري هارد لك فعلا للانتر. اللعيبه ادوا اللي عليهم، وسيموني انزاجي عمل جيم كبير قوي. هل متوافق مع تامر في نفس وجهه النظر؟ وان كنت متوافقا معاه، فهل شايف ان انتصار السيتي هو انتصار لمشوار وليس فقط لمباراه؟ مظبوط. ايوه عن مجمل اعماله. ودي كانت الجمله بتاعت زميلي اسلام سامي حتى ومعايا في الراديو، بيقول لي بص مش الماتش بتاع النهارده بس، هو عن مجمل اعماله. طبعا صح، هي دي المدخل بتاعي كان للمباراه النهارده. لو عايز تسمع عن الماتش شخصيا، فاول مره الكوره بشكل عام هي عباره عن مجموعه قرارات وتنفيذ، صح؟ فهي القرارات والتنفيذ دي بتبقى بموجب كواليتي، امكانيات جيده، وشخصيه. الشخصيه دي بيتحكم فيها العواطف، فانت لو انت بتفكر بعقلك بتكون ثابت وراسي، وده اللي بيعمله سيتي طول السيزون. اللي كان بيعمله النهارده سيتي انه كان العواطف مأثره عليه جدا، اللعيبه مرعوبه تغلط، مرعوبه تخسر الماتش، وجود بقى الشيخ منصور في دماغهم فكره ان دي تاني نهائي ما ينفعش المره دي نخسره، بس خلى سيتي النهارده في ارض الملعب مذعور من انه يتغلب لدرجه خلته ما يهيمنش على ارض المباراه تماما. فده خدت بالك في اللقطه اللي في الدقيقه 28 لما الكاميرا جت على بيب جوارديولا بيتكلم على الارض؟ لا هو بيكلم اللعيبه بتاعته بيقول لهم ريلاكس بالظبط بالظبط. اللي بيصحى فيها على الارض دي كانت الغلطه اللي رجعوها للجول، وبعد كده لوتارو مارتينيز راح وانفراد، عايز اقول لك نزل على الارض لاول مره ما احسش ان سيتي الات. طبعا سيموني انزاجي ليه دور وانتر ميلان ليه دور، بس كمان العواطف لما بتخش في الكوره بتدمرك، لان فعليا انت ما بتخليكش تاخد القرار السليم. صحيح، شلة تفكيرك. فهو ده الحاجه اللي مهم جدا وانت بتلعب النهائي، تبقى مدرك الفكره دي وانت بتتصرف، وانك دايما تكون صاحب اليد العليا. لكن كل ده بقى يكون بس هي مجمل اعماله، لان انا بصراحه انا بشوفه بيب جوارديولا كان يستحق التتويج ده زي ما ميسي كان يستحق التدريج بتاع كاس العالم، لان احنا بنتكلم عن اعظم مدير فني في التاريخ. ما فيهاش كلام. ليه بقى ما فيهاش كلام؟ هو هي خد بالك من حاجه، لما ميسي كسب البطوله انا قلت لك قبلها لو ما كسبهاش هو هيفضل افضل لاعب عندي في التاريخ. صحيح. بس على الاقل في ناس بتاعت المقاوحه. أيوة. فانت بتاعت المقاوحه انت بتضربها كمان رصاصه، فاللي هو عاجبك كده اهو مرضي، حطينا بن اهو بالظبط متعلق اهو قدامك اهو خلاص بالظبط كده. تعال نقارنه كده مثلا، انت بتتكلم في ان المقارنه بينه وبين سير اليكس فيركسون. سير اليكس فيركسون عمل استمراريه طويله جدا في الرحله بتاعته، صح؟
بس بيب جوارديولا عامل استمراريه كبيره في الرحله. يعني المميز كان في سير اليكس فيرجسون انه من ساعه ما ابتدى يكسب الالقاب من 92 لحد ما قفلها بالثلاثيه التاريخيه بتاعت مانشستر يونايتد 99 ان هو تقريبا وقع منه دوري واحد بس. نفس الفكره بيب جوارديولا عاملها دلوقتي في الدوري الانجليزي، هو مهيمن لدرجه ان هو وقع منه دوري واحد بس. فالاستمراريه موجوده عند بيب. الصوره اللي بعدها في جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو احلى صوره ليهم. ايوه جوزيه مورينيو واحد من الناس اللي حرفته انه يخلي الناس اللي بتجيب 5 من 10 في العادي تجيب 8 و9 من 10. بس في الحقيقه هو الراجل ده برضو بيب جوارديولا عمل كده مع لعيبه كتيره جدا احنا شفناها كانت لعيبه عاديه وما نعرفش اساميها او ما نعرفش ان هي تطلع الكواليتي ده وتطلع منهم الكواليتي ده، غير انه اكتشف اسماء زي بوسكيتس وغيرهم. صح، الصوره اللي وراها مع كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي الارث بتاعه انه كسب في المانيا وفي اسبانيا وفي انجلترا وفرنسا 4 تشامبيونز ليج بالظبط، وفي انجلترا. الراجل ده تالت دوري ابطال اهو قرب، وفي نفس الوقت انت بتتكلم في انه كسب في اسبانيا وكسب في ايطاليا واسف في اسبانيا وفي انجلترا وفي المانيا. دوري بس، الدوري بس، الدوري في المانيا، الدوري بس. فانت بتتكلم في ان الراجل ده ارثه كبير. حتى المقارنه بينه وبين يورجن كلوب، فهو في الفتره اللي كان في عظمه يورجن كلوب كان ممكن يورجن كلوب يكون على الاقل واخد 2 دوري بس او 3 دوري منه، اخد واحد بس ما قدرش. وفي نفس الوقت انت لو بتتكلم على الصرف، فالفلوس اللي صرفها يونايتد والفلوس اللي صرفها تشيلسي من زمن وصول بيب جوارديولا اكتر من اللي صرفها سيتي. صحيح. وعائد الفرق ما بين البيع والصرف لا ده سيتي تخيل طلعت سادس في الانديه. ايوه فانت بتتكلم في ان مش بس الفلوس هي اللي كسبت الراجل ده.